اتحركنا في كل شبر في مصر. خططنا، اتوسعنا، بنينا، زرعنا، صنعنا، وفي طريقنا قابلتنا تحديات متراكمة من عشرات السنين بتعطل كل جهودنا، وكان لازم نواجهها مع بعض. وتحدي النهاردة أكبر، العشوائيات اتحديناها. بنتخلص من كل العشوائيات، وبنهاية 2020 نكون بنينا 250 ألف وحدة كاملة المرافق بتكلفة 38 مليار جنيه. ومش هنرجع للعشوائيات تاني. مخالفات البناء، رغم كل القوانين اللي صدرت لتنظيم عمليات البناء إلا أن التجاوزات فضلت مستمرة. النهاردة أي مخالف يقدر يقنن وضعه، يقدر يعيش باستقرار، وتقدر الدولة توفر له الخدمات والمرافق الأساسية. والتقنين ده هيعود علينا بزيادة قيمة العقار. بورنا 400 ألف فدان من التسعينيات للنهاردة. الزرع الأخضر بلوكات خرسانية بدون مرافق أو خدمات، وأكلنا اللي كنا بنزرعه بإيدينا بقينا بنستورد جزء كبير منه. ومع ذلك أوجدت الدولة البديل. اتوسعنا في استصلاح الأراضي الصحراوية بأحدث الأساليب الزراعية في كل أنحاء مصر. بالإضافة لمئة ألف فدان من الصوب الزراعية الحديثة اللي بتنتج أربع أضعاف المحصول وباستهلاك أقل للمية. ونقدر بدل البناء العشوائي على الأراضي الزراعية نبني حيز عمراني لكل قرية شمل المرافق الأساسية والبنية التحتية، ويوفر الاستقرار والحياة اللي يستحقها كل مصري، ويبقى الشعب المصري هو البطل الحقيقي اللي قبل التحدي ونهض لبلاده. لأن مصر تستحق.